تم بعون الله وبرعاية وزير الصحة والبيئة وبحضور الحكومة المحلية المتمثلة بالسيد المحافظ ومدير صحة صلاح الدين بافتتاح صالة الولادة في مستشفى العلم التابعة لقسم النسائية في مستشفى العلم، والتي تعتبر تقدم خدمة للقضاء باعتبارها الصالة الأولى التي تفتح في القضاء، وذلك لبعد المسافة مستشفى صلاح الدين عن مركز القضاء. وتقوم هذه الصالة والتي تكون مجهزة بأفضل الأجهزة والمعدات والكادر الطبي المسند من قبل الحكومة المحلية ومدير عام صحة صلاح الدين بتقديم الخدمات الطبية والصحية المتمثلة بالولادة الطبيعية وبعض حالات النسائية ومعالجة الحالات التي تستوجب تدخل جراحي على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، بالإضافة إلى توفر الكادر المختص وعمليات لإجراء العمليات الطارئة ورعاية الطفل والأم أثناء فترة الولادة الطبيعية في هذه الصالة. بالإضافة إلى أن افتتاح هذا القسم يعتبر إنجاز للقضاء وللمستشفى ولدائرة صحة صلاح الدين. جهود مباركة من وزارة الصحة والدائرة صحة صلاح الدين متمثلة بالدكتور عمر صباح والسيد المحافظ والدكتور لمياء مديرة المستشفى. تم افتتاح صالة الولادة في قضاء العلم وهي الأولى في القضاء، إن شاء الله مسؤولين دائما من تميز إلى تميز خدمة للصالح العام.